الدولي سيقرر بها إن شاء الله رفع العذر عن مباريات الرسمية في ثلاث محافظات، وإن شاء الله عن قريب أيضا كخطوة ثانية يكون رفع العذر عن المباريات الودية في بغداد وميسان وزاخو والنجف الأشرف إن شاء الله. أكيد إحنا كلاعبين يعني نطمح أن يكون الجمهور متواجد في هذه المباراة، لأن المباراة يعني مو مباراة نادي أو مباراة يعني مباراة منتخب. أتمنى حضور جماهيرنا، لأن هذه الكل يعرف بروفة الأخيرة لرفع الحظر. أتمنى أنه نعكس الصورة اللي ماخذة على المنتخب العراقي، وإن شاء الله هذه المباراة إن شاء الله هي رفع الحظر إن شاء الله. احنا نقدم الشكر والامتنان لاشقاء السعوديين بدون يد العون، وبكل تاكيد جماهير الكره العراقيه وبالاخص جماهير البصره المتعارف عليهم الحضور الجماهيري والاحتفال بالفريق السعودي، وبالتالي نعطي رسائل اطمئنان من اجل ان نرفع الحظر وتكون هذه المباراه الاخيره رفع الحظر على الكره العراقيه بشكل عام. المباراه انه هو تكون قرار رفع الحظر يكون من بعد هذه المباراه، اتمنى انه يرفع الحظر عن ملاعبنا، اتمنى حضور جماهير جيد حتى نتمكن انه نقدر المنتخب يلعب على ارضه. ان شاء الله نلعب ونتمرن زين حتى نلعب في هاي اللعبه زين.